يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من استهزأ أو سب الصديق رضي الله عنه يعتبر كافرا، أو نقول إنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب؟ إن كان سب الصديق أو غيره من الصحابة لشخصه هذا كبيرة من كبائر الذنوب، أما إن كان سبه لصحبته وخلافته ومقامه في الإسلام هذه ردة، هذه ردة، لأن الله أثنى على الصحابة وزكاهم ومدحهم، خصوصا الصديق أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه الله في القرآن، والذي جاء بالصدق وصدق به، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، هذا مكذب لله عز وجل ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم في ثنائه على الصديق وتزكيته، هذا مرتد عن دين الإسلام. نعم.